لا 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 بالعكس ما لبت صادق مع حالي. اليوم مع سعادة النائب سيماء برامي، أهلا وسهلا فيك بهدف سياسي. جاهز للتحدي؟ طول عمرنا جاهزين. رح تسجل علي هدف سياسي ولا أنا رح سجل عليك هدف سياسي؟ أنا ولا رح تفجر لنا هدف سياسي؟ بتمتع بالروح الرياضية، إذا ربحت بكون ربحت وإذا خسرت بقلك مبروك ما تعطى الهم. يلا لكن سعادتك مع مين بالمونديال؟ أنا تاريخياً برازيل، عشت مدة طويلة بفرنسا وصرنا مع الفرنسوية، يعني فرنسا برازيل مش بس مع فوتنا بحالنا. هاي لأنك قلبت من البرازيل من الأصفر على الأزرق. لا 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 بالعكس ما قلبت، صادق مع حالي. يوم لبست لك أحمر قلت أنا بركي بستفزك. بستفزك شوي بالجولات اللي عم بتفوتها فيها. كونهم الوان الحزب الاشتراكي هيك بطلع كل شيء جواتك. ما عندي مشكل ما تعتل هم كل الالوان في بعدين ما تنسى علم لبنان احمر. لو صح لك تنقي تشكيله داخل التيار الوطني الحر تشكيله لعيبه. نعم. مين بتحط بالهجوم مين بتحط بالدفاع؟ سميلي. في اثنين بيلعبوا كتير منيح فوتبول عنا هن علاون جبران باسيل، لانه لعبنا اوريدي ماتش مره بال 2010 صح. كان ماتش وزراء ونواب وبدعوا اثنيناتهم. سامي جميل بوقتها بدع. سالني عن طيار يا اخي عمرو. صح صح اكيد سامي، بس انت عم تبدع كمان هلا. ومين بالدفاع؟ انا. ومين بعد؟ يعني سيزارا بخليل بعتقد. تفضل عم تلهيني. بعدين عندنا شباب كثير نحن خيا بدنا نلعب بدنا نحكي بدك تعرض ما تعطي الهم. عادة المدرب نعم. بس حدا من اللعيبة ما يعمل مثل ما بده بخطه بأنبو بحطه على البنش. نعم. فاليسبو صعب اليوم صار مسوى 3 مرات لزياد بارود. نعم. فمش مش مش تقول انه صار لازم ينحط على البنش؟ ابدا ابدا، هيدا حقه الطبيعي. النائب بيعمل قناعته والياس عم يعمل قناعته. مين برأيك المدرب الأنسب للتيار الوطني الحر عبر التاريخ؟ ميشيل عون. وما بتقول هلأ كونه بطل رئيس جمهورية لازم يرجع يكون هو رئيس التيار؟ لازم يرتاح، لازم يرتاح. ميشيل عون أدقها. أيوة شفت لما بتجيب سيرته شو منعمل. اليوم سيماء برميا. نعم. هل بقلهم عند التاني بس نحكي على الرئيس هيك عم بصير. شوف شو عم بصير بنعمل عجايب. تفضل. اليوم سيماء برمي على اي قرار يرفع البطاقة الصفراء؟ عدم انتخاب رئيس. هيدا كارثة لسوء الحظ. مين من زملائك السابقين داخل التيار الوطني الحر؟ السابقين؟ السابقين بتقول له الطابة بطلت بملعبك؟ ايوه. نعم. بس احكي على الطيار 16 4 جوال. هي ماشي الحال ماشي الحال عم بتحرك فيه احاسيس من النواب السابقين. شو بقول لهم؟ طابة بطلت بملعبكم وما كان بدها هالقد. انا معلم الشمل والتيار ما بيقدر يعيش. والتيار شفت لما حكيتني بامور بتزعلني. تفضل صاروا برا التيار. شفت خلينا نحكي بالتيار ايجابيا. بالنسبه لي صلب التيار ما في تيار لولاهم كان اصلا. وبالتالي انا كثير بهالموضوع بعتقد كان لازم يكون في غير توجه يكون بغير وضع. هل بيقول سيماء برميا نعم لحزب الله حركتكم كانت اوفسايد بعدم ترشيح الوزير جبران باسيل لرئاسه الجمهوريه؟ لا 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 برايك بيعملوا خياراتهم. ليش جبران باسيل ما بيلبي خياراتهم اقليميه والسياسيه؟ نحن كتيار بهمنا مصلحه لبنان وما لنا معنيين بغير مصالح. لو كنت انت حكم نعم والقوات اللبنانيه على ارض الملعب نعم. لمين بتسافر بتقول له فاول مع بطاقه حمراء؟ كنت اعمل فيك ضرب ما مشي الحال. لا انا بهالموضوع ما بحب ما بحب نمي الحقد كثير. ايوه. الرئيس عون برايك رفع اي بطوله؟ بطولة المخلو ولا بطولة إنجازات بدايتها فجر الجرود ونهايتها ترسيم الحدود؟ أنا بتطلع على التاريخ كامل مش بس على 6 سنين من وقت ما استلم زمام الأمور. شفت كل ما تحكي عن ميدعون ميدعون دغري بتحطها ميشيل عون تاريخ من سنة 83 من وقت ما كان قائد لواء الثامن بالجيش اللبناني. هون بتبلش مسيرة الجنرال عون السيادية الوطنية الرئاسة. كانت أكيد محطة مهمة بس مش بس بدنا
الموضوع ما انه فقط قصة ولاية رئاسية، بدك تحكم تع تاريخ كامل، وباعتراف الكل انه كان ظاهرة استثنائية على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السيادي. سماء برمية، اي متى بيرفع البطاقة الصفراء للحزب الاصفر وبقول له نحن خط احمر مش الازرق؟ لا لا، ما بقول لحدا، بحزب الله وغير حزب الله، ما عندي انا بهالامور. ايوه هاي بالرابع اجا. يلا هيدا جول الحسن، يا نشوف مين سجل هدف سياسي بالتاني. لينك تفوت، ما عم بتفوت. لا يا ما بطلت، بس مال عليك، بس احكي على العماد عون بتصير تحطهم، ما بتقفل، لازم تغير الحديث يعني. تغير الموضوع، رح احكي عن الدكتور سمير جعجع. حدا تعصبني فيه؟ الدكتور سمير جعجع حطيت وهلتني. لا يي حنكزي. هيدا جول. لا فدي صار لي مني لاعب، بس اسم الله عليك يا حلوة منك، مبروك سعادتك، حلوة منك، مبروك، مبروك إلي. خيلت لك روح رياضية، ربحتك، وكان دق كتير حماسي وحامي، وأنا ممنون روحك الحلوة. خلي لي إياك ومنيح، بس لك لبست لك أصفر كمان، أحمر على أصفر هيك، بركي كمان أصفر بتحن. مين؟ ولو عن البرازيل، ولفقكم على البرازيل انتو ويا هناك. انا الاصفر تتخانقوا مع الكل الا هني. الاصفر بيعني لي البرازيل، عم نلعب فوتبول. اوكي.